بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الوسط الرابع عشر اللي هو بعنوان شوكولات أجار، والاسم قد يبدو خادعا بعض الشيء، يعني هو لونه لون الشوكولات، لكن هو حقيقة بلد أجار محضر بطريقة محددة. سنتطرق في هذا الفيديو إلى تعريف للشوكولات أجار، بعض الأحيان يختصر بشوكولات أجار بليت أو CAP أو تشوك اختصارا. طبعا اللون كما ترون للوسط هو يعني اللون البني اللي هو قريب من لون الشوكولات، وبالتالي من هذا المنطلق هو سمي شوكولات أجار، ولكن لا يوجد في هذا الوسط أو ضمن أي مكوناته أي نوع من الشوكولاتة. سنتطرق لتعريف الوسط، لتركيب الوسط، لفكرة عمل الوسط، طريقة التحضير، الاستخدامات وشكل المستعمرات للميكروبات المختلفة أو الشهيرة التي تنمو على شوكولات أجار. يعرف الشوكولات أجار على أنه non-selective، بمعنى أنه مش مختص بنوع معين من الميكروبات، enriched وسط غني جدا، يستخدم لعزل وتعريف الميكروبات ذات المتطلبات الغذائية الخاصة والتي يطلق عليها اصطلاحا fastidious pathogens. يحضر الشوكولات أجار من خلال عملية تسخين لبلد، يعني هو بلد أجار لكن نقوم بتسخينه على درجة 80 درجة مئوية تقريبا، فيتحول لون الوسط إلى اللون البني، لكن هذا ليس هو اللون ليس هو الشيء المحوري في هذا الوسط، وإنما هو عملية تدمير لكريات الدم الحمراء التي تطلق المحتويات الغذائية داخلها، والتي تساعد كثير من البكتيريا المدللة من الناحية الغذائية التي لها متطلبات خاصة، والتي أطلقنا عليها اصطلاحا fastidious بكتيريا، مثل الهيموفلس والنيسيريا بكتيريا. يعني النيسيريا والهيموفلس من الميكروبات التي تنمو على الشوكولات أجار. مرة ثانية، الاسم اسم شوكولات أجار اشتق من الحقيقة أنه تحلل الريد بلود سيل بيعطي الوسط لون الشوكولات براون كولر، ويتكون الشوكولات أجار من بلد أجار بيز مضاف إلها 5-10% ديفايبرينيتد بلد، ممكن يكون شيب بلد، لكن في كثير من المختبرات يستخدم الهيومن بلد كبديل لأنه للأسف هو أرخص ومتوفر بشكل أكثر من خلال الحصول على البلد باجز اللي بياخدوها من البلد بانك أو من بنوك الدم. الفاينل بي اتش للتحضير هو 7.3 بلس ماينس 0.2 على 25 درجة مئوية. طبعا كما ذكرت هذا التركيب، يعني لو راجعنا تركيب البلد أجار هنلاقيه نفس التركيب. الاختلاف بين البلد أجار والشوكولات أجار هو درجة الحرارة التي يضاف عليها الدم. في البلد أجار يضاف الدم على 50 درجة مئوية تقريبا، من 45 إلى 50 درجة مئوية، بينما في الشوكولات أجار يضاف الدم على 80 درجة مئوية. هذه الدرجة كافية لعملية اللي هو تحرير مكونات الريد بلد سيل، وبالتالي يصبح الوسط أكثر يعني غنى من الناحية الغذائية، بيوفر للبكتيريا الهيموغلوبين اللي هو الهيمين أو ما يعرف بالإكس فاكتور، وأيضا يوفر الإنزيم اللي اسمه نيكوتينامايد أدينين داينوكليوتايد اللي هو كوإنزيم عفوا، أو ما يعرف بالناد، أو يعرف أيضا بالفي فاكتور. طبعا الإكس فاكتور والفي فاكتور يعني أحد متطلبات نمو للبكتيريا المعروفة اللي اسمها هيموفلس إنفلونزا على سبيل المثال. تتميز الهيموفلس بشكل عام بحاجتها إما إلى الإكس فاكتور أو إلى الفي فاكتور أو إلى كليهما، لكن لابد من التأكيد على أن الهيموفلس لن تستطيع أن تنمو في وسط خالي من كل من الإكس فاكتور والناد فاكتور. الببتون اللي موجود في الوسط طبعا بوفر نيتروجين وأمينو أسيد بالإضافة إلى الجروث إليمنتس اللي لازمة للنمو، صوديوم كلورايد طبعا ضروري للمينتنانس للأزموتيك بريشر بالانس، بالإضافة إلى الأجار الذي يعني هو الغرض الأساسي منه جعل الوسط صلبا.
طريقة التحضير هي يحضر البلود أجار بيز كما هو معروف، يعقم بالأوتوكليفينج على 121 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، يضاف كما ذكرنا 5 إلى 10% volume per volume of defibrinated blood اللي هو الدم منزوع الفيبرين. الهورس بلود أو الشيب بلود هو المفضل كما ذكرنا، وتوضع الميديا في ووتر باث درجة حرارته 75 إلى 80 درجة مئوية، ويعني نحرك الوسط لحد ما يتحول اللون إلى اللون البني. أود أن أنوه هنا إلى نقطة مهمة، أنه ليس اللون البني هو المؤشر فقط على أنه هذا هو الشوكولات أجار. يعني ممكن إحنا لو سخننا على 90 درجة مئوية نحصل على نفس اللون، لكن للأسف 90 درجة مئوية قد تفقدنا كثير من النوترينتس المهمة في هذا الوسط. لذلك الشوكولات أجار يجب أن يحضر بطريقة صحيحة، وليس كل لون بني هو الشوكولات أجار. لذا لابد من اتباع طريقة التحضير، ولابد من الاهتمام بأن درجة الحرارة لا تقل عن 75 ولا تزيد عن 80 درجة مئوية خلال فترة تحريك أو إضافة الدم. بعد ما يعني يتحول اللون إلى اللون اللي هو الدارك براون، بنبرد الوسط إلى حوالي 50 إلى 55 درجة مئوية، ثم نقوم بصبه في أطباق البتري، طبعا تحت ظروف خالية من الجراثيم يعني قرب اللهب. ولا بد من التأكيد أنه وجود الدم في الوسط يجعل من السهولة تشكل الفقاقية، لذلك التحريك يكون تحريك يعني بشكل رقيق وليس بشكل عنيف حتى لا تتكون الفقاعة. بعد صب الأطباق وتصلبها بنقوم بوضع ليبل على اللي هو الأطباق من خلال كتابة اسم الميديا وتاريخ التحضير، ومن ثم يتم تخزينها بشكل مقلوب على 2 إلى 8 درجة مئوية لحين الاستخدام. استخدامات الشوكولات أجار كما ذكرنا هي يعني استخدامات للبكتيريا المعروفة باسم فاستيديوس أورجانيزم، أو التي تحتاج إلى متطلبات غذائية خاصة مثل الهيموفيلس إنفلونزا، النيسيريا جونوريا، والنيسيريا مينينجيتيس من عينات سريرية مختلفة، وبيساعدنا في تشخيص هذه الميكروبات. في تحضير خاص للشوكولات أجار يضاف إليه باستيراسين وهو أنتيبيوتيك، وهذا الأنتيبيوتيك يعني بيتصرف كسيلكتيف ايجنت لعزل الهيموفيلس إنفلونزا من عينات مثل السبيوتم. تعرف كل سبيوتم إنه بيحتوي على مجموعة كبيرة من الميكروبات، فعشان نعمل سوبريشن أو سبريشن أو تثبيط للنورمال ميكروبيوتا اللي موجودة في العينة، بنضيف اللي هو الباستيراسين حتى نسمح للهيموفيلس إنفلونزا ونقتل باقي الميكروبات. تفسير نتائج نمو البكتيريا على الشوكولات أجار، مرة ثانية معظم الميكروبات التي تنمو على الشوكولات أجار، وبالمناسبة تقريبا كل الميكروبات الطبية بتنمو إلا طبعا الشاذة منها مثل الميكوبكتيريا، الكلاميديا والريكيتسا اللي أصلا لا تنمو إلا على intracellular pathogen يعني بدها cell culture، لكن معظم الميكروبات الروتينية والفاستيديوس ممكن تنمو على الشوكولات أجار وتعطينا اللون المميز اللي هو الجراي كولونيز. طبعا تتميز ممكن من خلال الأحجام المختلفة، يعني اللون غالبا غير مميز للمستعمرات. لكن لأشهر ميكروبات احنا بنستخدم الوسط نيسيريا جونوريا، نيسيريا مينينجيتيس او مينينجيتيس، هيموفيلس إنفلونزا. الأوصاف اللي أمامنا بتقولنا إنه بينكش براون، شفافة، سموث كونسستنسي، وإلها حواف محددة، والحجم تبعها من نص إلى واحد مليمتر إن ديامتر، يعني صغيرة الحجم نسبيا. لو قارناها مع النيسيريا مينينجيتيس بنلاقي إنه مستعمرات النيسيريا مينينجيتيس أكبر حجما من اللي هو النيسيريا جونوري، لكن شبيهة أيضا بها، grayish non-hemolytic round convex smooth moist، فيها لمعان glistening وبرضو إلها defined edges. بالنسبة للهيموفيلس إنفلونزا non-hemolytic
ما بتحللش الدم، يعني بيكونش حواليها اي زون محيطة بيها، لونها شفاف بيكون مويست رطبة المستعمرات، ويعني فيها رائحة مميزة. بهيك نكون احنا انتهينا من اللي هو الشوكولات أجار. اتمنى ان تكون يعني على الاقل الفرق بين البلد أجار وبين الشوكولات أجار يعني اتضح. وربما هنا لابد من التنويه الى انه البلد أجار قد يكون اغنى من الناحية الغذائية لو قمنا بتحليله في معمل، لكن هو ليس الاغنى للبكتيريا بشكل مباشر، لانه البكتيريا مش كلها قادره على تحليل الريد بلاد سيل، فبالتالي محتوى المواد الغذائيه الموجود في الريد بلاد سيل بيكون غير متاح في البلاد اجار. اما في الشوكولات اجار فله مزايا بانه الريد بلاد سيل بتكون تحللت، لكن ايضا هناك له عيوب، يعني ممكن بعض النوترينت على 80 درجة مئوية يكون صار لها ديستركشن وبالتالي بتبطل افيلابل للبكتيريا. اذا الفروقات بين البلد اجار وبين الشوكولات اجار يجب ان تكون معروفة لدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.